به نرجع مستمعين الكرام نواصل معكم الحديث من الثقافة إلى السياسة إلى الاجتماع، ونستقبل بعد شوية مكالمة هاتفية أو المكالمة هاتفية نحكيه على حالة إنسانية لازمها تدخل عاجل وعاجل جدا، هذا لإنقاذ روح بشرية، إنقاذ ببيع عمرها عامين ونص. نرجع ونستقبل مباشرة معنا ضيفتنا، حاضرة معنا في التليفونة. أي معك. هلو عسلامة. ألو مرحبا بك مدام. وبيك عسلامة. مرحبا مدام حنان شعبة من الجم هكا. أي مدام حنان، عندك بنتك عندها انتمار سيريبرال على مستوى المخيخ، عمرها عامين ونص. شو اللي يلزم؟ يلزمها تعمل عملية في فرنسا، لأنه العملية دي مش ممكن أنها تتعمل في تونس هكا. أي لهني مشت بريفيو تسيق وقالوا مش ممكن مش تعمل في تونس، موجودة في فرنسا. تعمل في فرنسا. هي مولودة في فرنسا بنتك؟ مولودة في فرنسا. أي وروحت بعد ما تولدت بشهرين روحت بها لتونس الجم معناها، وما عودش رجعت بها. دونك الأوراق نتاعها ما همش حاضرين، نتاع الأسيرونس مالادي وغيره ما همش حاضرين. لا لا، عندها أسيرونس دي مالادي بحكم بوها مقيدها معاها، عندها أسيرونس معناها في الكارت فيتال، عندها مقيدة معها في الكارت فيتال في الأسيرونس دي مالادي، معناها أمور أمريكا ذلك. أما الوقت ثبت لها فيزا تيرستيك، معناها كما خاطر أنا عندي فيزا تيرستيك زي ما نمشي ونجي. رفضوها. علاش رفضوها؟ ما لا تك الناس كيما معناها خايفين تحرق تقعد غادي كما ترجعش. يا عاد بنية عمرها عامين ونص، كيفاش باش تحرق وتقعد غادي كما ترجعش؟ هذه استغربت فيها انا، هذه لاتك الناس. وي تو الوقت الحالي في فرحه حشاش نقولوا نحن ما بين الحياه والموت. مش قابل حتى شيء، لا ماكله لا حتى شيء، معناها معناها توا والله معناها شيء يبكي، معناها توا البنيه ماهيش طالبه، والدتها ماهيش طالبه فلوس، ماهيش طالبه مساعده من حتى حد. مش طالبه حتى شيء. بالضبط. كان فيزا باش تخرج. دونك طالبه فقط ورقيها يحضروا الفيزا نتاعها، تحضر باش تخرج تعمل العمليه وتعيش حياتها كما صغيرت الكل، معناها هنا دعوه لكافه القائمين على الخارجيه ولكافه القائمين على الشان هذا نتاع اللي يخص علاج المواطنين التوانسه في الخارج، راهو حاله استعجاليه هذه عامين ونص هذاك تيومور، معناها نعرفوا اش معناها تيومور في المخيخ، ماهيش سهله، معناها يلزمها تدخل عاجل وعاجل جدا باش نمنعوا البنيه هذه، مش باش يخسروا حتى شيء، ذول البنيه عمرها عامين ونص ماهيش باش تحرق وتقعد فم، معناها ما تفهم حتى شيء من الدنيا. اي اصلا مانيش كان عيت باش نحرق بها، راني ثبت لها عند الدواء عمرها عامين ونص، انا جبتها من عمرها شهرين، كان عيت راني قعدت بها غاديك ولا واحد، انا ما حاجتي باش تداوى وترجع، راني حاجتي فيزا باش تخرج تداوى وترجع، حتى معناها الفلوس واضح مش طالبه الفلوس لا حتى شيء. واضح. عندها اسيرونس نتاعها وكل شيء عندها باه في الخارج وما عندها اسيرونس، اسيرونس دي مالادي توفى 2020. واضح. معناها امورها مريقلة هذيك ما عندهاش مشكلة في الواحد. المهم فيزا باش تخرج الدولة. واضح. واضح وصل صوتك ويظهر لي معناها حاله واضحه مصطفى، ما فيها حتى كلام. نتصور نجم ندي لك نصيحه مدام، اللي انت تعمل تعاود الدوسي ميديكال مع استعانه بمحامي، خاصه في الحالات الاجتماعيه هذه. نتصور اللي السفاره التونسيه سفاره باريس سفاره فرنسا بتونس، نتصور في الحاله الاجتماعيه كانت تكون اكثر واقعيه وتكون اكثر، خاصه الدوسي ميديكال البرودونتيفي فريمون المالادي نسيت باش تخرج. عملت قتلك مع محامي، مشاش معاك مره ثانيه محامي؟ لا ما عملتش من محامي الحق، عملت معناها اللي عندي الدوسي نتاع ميديكال من سهلون وفرحه حشاد ومتريفي، معناها من اللي عندي الدوسي مع الجهات كلها، يعني من اوت وين نجي على حكايه الفيزا. واضح. والتو واحده حتى من التمار كان معنا، نقول احنا كان تمار صغير معناها نقولوا ما مشي طول لها ديامتر كبير. كبر ايوه، كانت تتحرك معنا حتى تتحرك طول ما عادش حتى انا نقول نحن قطعة محطوطة هذيك مدام اعصابها مرخوفة كلها. تفضل مدام ريم معك.
مدام لو كنت تاخذ رانديفو مع الكونسولا جينيرال في تونس في هو المكلف بالفيزا مش السفارة تطلع له لتونس وتهز له الدوسي وتطلب باش تقابل الكونسول وهو اللي تعطيه الدوسي هو اللي تنجم تفسر له avec un rapport circonstancié من عند طبيبها المباشر الكونسول مش معناها السفاره مش السفاره كيفاش يقول المصالح القنصليه 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 اي خاطر القنصليه في تونس العاصمه هي اللي تعطي هي اللي مكلفه بال بال بالفيزا دونك بالتاشيره مش السفير مباشر معناتها مش هو المباشر العمليه هذيا كي تمشي له بان رابور سيركونستانسي يا مدام اسمعني كي تمشي له بان راكور ان رابور سيركونستانسي معناتها فيه تو لي ديتاي ويمكن الحاجه اللي تقلق افان اللي تقلق هو كونك قلت له ما حشيش بفلوس معناتها ليه صحيح داكوردو ما حشتكش بفلوس اما يلزمك توري يلزمك تهز له تمشي له تحكي معاه شخصيا مش ما يتعاملش مع الملف كم يلف يلزمو يراك ويلزمك تفسر له بالتدقيق اطلب موعد وان شاء الله في القريب العاجل تمشي له مدام حنان واحنا تنحاول نوصله لكل من يهمه الامر المداخله نتاعك هذه يعيشك تنجم تمشي تشوف معاه في فيزا ماشي ميديكال مع حبيت نقابل نمشي كل ساعه مع الفاصليه قالوا لي تمشي تي اليس ما عندها لا ما تمشيش باش تطلب ما تقولش ماشي باش تطلب فيزا انت تحب تقابل القنصل نجم تعمل واحده اون دوموند دو رانديفو وفي الامور هذه معظم الامور اللي حكايه فيهم نوع من التعقيد في التحصل على في الحصول على التاشيره الكلهم ديما يمشيوا يعملوا التمشي هذايا باهي كما قلت لك مدام حنان ان شاء الله احنا تنحاولوا نوصلوها لكل من يهمه الامر المداخله نتاعك وان شاء الله في القريب العاجل تتحل المشكله وان شاء الله ربي ما يوريكم شغيار في بنتك ان شاء الله شكرا لك على اتصالك معنا وان شاء الله تلقى حل نتعداو مصطفى عندنا حاله اخرى باش ناخذوها حاله انسانيه ايضا ام هذه لازمها اعانه لازم اصحاب القلوب الرحيمه يعني تكون موجوده والتونسي نعرفوا التونسي للتونسي رحمه دونك ماذا بينا اذا كان اي حد يسمع فينا ماهوش حاجه مستحيله ونسمعوه الكا وحدنا ماهيش حاجه مستحيله معناها حاجه فيزابل لا بورتي دو تو الموند باش ينجموا يعاونوه هذا سي محمد الحبيب من جربه اصيل جربه هاتوا نسمعوا بالضبط شنو اللي عنده مدام ريم تو حاجه كيما هكا تيومور والمراه ماهيش طالبه فلوس وعلاش تعطي لها هذا كل هو الـ المشكل اللي ماهيش حكايه تعطيل يمكن الملف يلزم يكون اكثر بلو كومبلي اش معناتها معناتها يكون فما ان رانديفو عند طبيب غاديكا ولا مؤسسه صحيه فما تقريبا عندها دوسي ميديكال حاضر لا مش دوسي ميديكال معناتها اللي فما ان امبيراتيف دانترفونسيون فما ان امبيراتيف دانترفونسيون مربوط بديلي فما لي رانديفو متاخذين فما ان كوريي يجي من برا معناتها من عند الطبيب المباشر في فرنسا في السبيتار ولا في الاورغانيزم اللي مشيت له هو اللي سهل العمليه وهنايا فما الضمان هو زاد لا بريز ان شارج هنا وراهو وزاره الشؤون الاجتماعيه عندها دور راهو تلعبوا وزاره الصحه نتاعنا عندها دور تلعب ان شاء الله هي توصل تحكي معاهم وتعطيهم الدوسي